صباح الخير عليكم اهل اليوتيوب. اليوم راح شويه السمش صغار، تبان راني في الجزيره. اليوم جيني نهضر لكم على واحد الظاهره. عاود معاك الناس راه بزاف هنا في اليوتيوب متقاتله على اليمان. فلان قال لي زالجيريا نوضو، فلان قال لي زالجيريا ما تنوضوش، واحد يقول لك لا اللي قال لي زالجيريا خرجوا، واحد يقول لك ما تخرجوش. صح، هي انا نعطيكم زعما لا بوزيسيون تاعي، نعطيكم في هذا الميزمار، في هذا الميزمار كما نقول. هي كي تشوف النصارى سيدين من كاع المشاكل تاعنا يلحقوا غير المقارنه بين الجزائريين والنصارى، راكم فاهمين. بصح هي مقود عليهم كاع، هي الجزائريين مقود عليهم والنصارى مقود عليهم، حنا نقارنوا بيناتهم ما عليناش، غير باش نضربوا المثال كما نقولوا. جوز اللي يبغي يضربوا المثال. هي قلت لكم باللي حنايا يتقارن عند النصارى تصيبهم. ما كاينش واحد ما عنده اورديناتور، يا عندهم اورديناتور وكان عنده شعل اورديناتور لا كونيكسيون انترنت. الناس كاع عندها كونيكسيون انترنت، كاع عندها كونيكسيون او ديبي، ومشي غير عندهم حاجه وحده مكونيكتي للانترنت. اليوم الناس راه عندها اورديناتور بورتابل كونيكتي للانترنت، اورديناتور تاع بيرو مكونيكتي للانترنت، تليفون يدخل للانترنت، تابلت تدخل للانترنت. واحد النهار زعما سمحوا لي الكلمه، انا القلاوي غادي يولي يدخلوا للانترنت. كلشي مكونيكتي. اي اون بليس الانترنت هنا وصل واحد الدرجه حتى اللي ولا زعما اوبليغاتوار. مثلا دي فوا تروح عند الحكومه على خاطر فورماليتي ولا حاجه كيما هكا، يقول لك نروح للانترنت وكاين فورميلار تما عمرها اون لين ورسدها اون لين. زعما ما عندهمش فورميلار كارت، خاصني في الانترنت اللي ولا اوبليغاتوار تالمون الناس عندها. ك نقولوا الناس اللي ما عندهمش بروحهم اكسكلو اللي قدامهم يدبروا الانترنت باش يديروا. دونك سكي في هذه نعطيك كي تشوف عند النصارى الدعوه كذا. دونك كي تقول كلمه عند النصارى ديك الكلمه باغي تنتشر وتروح في الانترنت والناس غادي يسمعوها ويكونوا داكو معاها ولا ماشي داكو معاها. صح سيدي، حنا في الجزائر زعما كاين 1% عندها اورديناتور. شكون اللي كاسب الاورديناتور في الجزائر زعما؟ الجزائر صح الناس كاع كاسبه تيلي كاع كاسبه فريجيدار. يعني صح هذه سي هاد الكل هنايا لافير تاع تيلي والفريجيدار فاتوا من لي زاني 60. راه تشوف الجزائر دوك واحد يبغي يتزوج مسكين يبغي يستبيض يروح يشري شومبرا كوشي، يشري تيلي يشري فريجيدار ويشري رواحه على عندك الحمان بزاف. دونك دونك قلت لكم زعما الاورديناتور زعما راه كاسب الا من رحم ربي. زعما مع الاورديناتور شكون راه كاسب الجزائر كاسب الاورديناتور. ومن تما كاسب الاورديناتور كاسب على الحياه زعما الاله زعما تاع لي زاني 40. فاللي كاسبين الاورديناتور شتو هو البورسونتاج، شتو هو كيما يقولوا هكا في وهران، شتو هو البورسونتاج تاع اللي راه داخل غيالمون في انترنت اللي عندها انترنت. بالك 1% في اللي كاسبين اورديناتور عندهم انترنت. في بالك الناس الجزائر من التليفون ما دخلهوليش ولا دخلته وجاتني 14 مليون قطعته ولا حاجه كيما هكا، فاهم؟ ولا قطقجني ولا ما تفهمش. تي فوا دونك سكي في كو الانترنت في الجزائر قليل. صح طيب كيما هكا دي فوا الشبيبه داخلين في انترنت كيما هكا في دي سيبر كافي ولا في فهم. شي داخل باش يسمع لك انت تقول لها تحكي لها البوليتي ما تحكي لها فهم. بس انا داخل مشكل اخر بعد اني جايك ديجا قلت لكم في الجزائر باللي قليل تاع الناس اللي عندهم انترنت. طيب كي تلاحظوا غير هنايا في اليوتيوبر اللي تجي تقصي عليه تبا ساكن في فرنسا ولا ساكن في المان ولا ساكن في ليزيتازوني ولا فهم، قليل اللي جايين من الجزائر. شو البورسونتاج تاع لي اليوتيوبر اللي راهم جايين من الجزائر صغير قليل. اي اون بليس مشكلة الوحدة أخرى اللي نجيكم عليها على دوزيام باش اللي لافاش الأولى باللي الإنترنت قليل في الجزائر. إي دوزيامون لو بو اللي راهم داخلين في الإنترنت كرام من الجزائر ولا من الخارج زعما ما راهمش يحوسوا يهضروا على مستقبل ولا على سياسة ولا على تاريخ ولا على الناس راهم جايين اللي خاصها يسمع على كاش حضرة تاع فلان خرج مع فلانه ولا هذيك دارت ولا هذاك شافو ولا هذاك قال ولا ماك العقليه على بالكم تاع يوتيوب دفا يجيب واحد المشاكل كيما كنت مش كاع زعما تقول باباه مات. ايوا بداو يدي راحين مولين فيديو تجيب فيديو تجيب فيديو
مسلسل يولي مسلسل تاع برازيل زعما كما تنقطع هذيك. دونك فوالا سمعتوا من قاعدين متقاتلين على اللي قال الجزائر خرجوا واللي قال الجزائر دخلوا، ما هي في الحق تجي الحق زعما هي قاعدة كيما المصريين زعما قاع كلام فاضي زعما رانا غير الشكلو كيما هكا حنا غير الشكلو جوا ما نظنش بلي رانا نديرو في حاجه اللي كيما انا هاني في البوتين نشكل راني نهضر صاي يعني نهضر راني نهضر كاين اللي يبغي يسمعوا لي كاين اللي ما يبغوش تيوا بصح ما مانيش عندي زعما بورسونتاج كبير من الجزائريين راهم يسمعوا لا يسمع 0.001% رانا غايا يا سي تو. دونك نقول لهم دير ولا قعدوا تصاصم حياه جزائريين كل واحد كل واحد لاهي في زكا نقول لكم الصح زعما كل واحد راه انت اش تقول له خرج تقول له ادخل هو عارف صلاح عارف فاهم ما بغيتش خلاص كسر يخرج تنكيت ما غاديش غاديش تزيد لها انت ولا تقلع لها ولا ما يقول فمه هادي هي صاي هادي هي متى وانا بغيت نقول لكم هادي زعما بوزيسيون تاعي في الصوالح لا ديرنيير فوا تكون بوزيسيون دونك بلو بوليتيك وهاد الخطرة تتمري قلت لكم علاه نظن بلي هاد هاد الدباس هذا ما عنده وين يروح سيتو هاي تهلاو في روحكم وقعدوا في الامان.